بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إخوة الكرام. اليوم أريد أن أقول لكم أتكلم معكم بخصوص فندق الذي كنت فيه قبل يومين واسمه نوازي وثير. هذا الفندق يقع قريب إلى المسجد الحرام، مشيا 10 دقائق، بالباص 5 دقائق أو أقل، 3 دقائق ممكن بالباص. وانظروا، دخلت هذا الفندق، ما شاء الله مستوى هذا الفندق جيدة. انظروا، الغرف واسعة ونظيفة وكل شيء موجود، ثلاجة موجودة، إبريق الشاي موجود، كوباية موجودة، دولاب موجود، صابونات، شامبو، منشفة، دوش، الحمد لله كل متوافر وموجود في هذا الفندق. انظروا، حتى صورت صورة من شباك من الغرفة، كيف تنظرون، ماذا تلاحظون؟ انظروا، برج الساعة قريب، المسجد القريب، انظروا غرف واسعة، كيف غرف واسعة، مكيف مركزي ما شاء الله، وحتى السجادات موجودة، انظروا مكيف مركزي يوجد، ودولاب موجود، ما شاء الله فندق جميل جدا. وعندهم اثنين مطعم إخوة الكرام، اثنين مطعم، لو تريدون مطعم معين خلاص، لو تعطونا بالجروب بالمجموعة خلاص صاحب المجموعة يرتب لكم الأكل معين. انظروا كيف مستوى هذا الفندق. وتابعوا هذا القناة مكة سيرفيس، ومعكم نور وسرور. أي فنادق تريدون إخوة الكرام اتصلوا بنا، وإن شاء الله نرتب لكم ونستقبلكم في مكة. مرحبا، معكم نور وسرور.